وطن واحد، عالم واحد، نشيد واحد، شعار واحد هو النصر. من دون هذه الدولة أو هذه البلاد النصر أو الاستشهاد إن شاء الله، وعلى الضرب سيروح. ونحيي إخواننا في ساحة التحرير، أي في ميدان التحرير. طبعا أخوتكم في المنطقة الغربية قمنا بتحرير اللي هي منطقة مدينة الزاوية وتحرير مدينة صرمان. الحمد لله بفضل الله في يوم واحد كان 3 انتصارات قويات، وكان ضربة قاسمة لكتائب القذافي، وهذا نصر من الله. وبفضل ثوارنا الأبطال وشبابنا الحمد لله انتصرنا انتصار باهر. وإن شاء الله مقرب على مقرب من مدينة طرابلس اللي هو أقرب خط الآن، اللي هو الزاوية حوالي 40 كيلومتر على طرابلس من الجهة الشمالية، ومن الجهة الجنوبية جهة اللي هي خط العزيزية حوالي نفس الشيء 40 كيلومتر. الآن متواجدين عندنا قوات في منطقة اسمها رأس اللفع، وإن شاء الله إلى تحرير مدينة طرابلس. ونلتقي إن شاء الله في ميدان الشهداء كما قلنا لكم. كلمة لأهل طرابلس. كلمة لأهل طرابلس، أخوتنا في طرابلس. نحن قلنا كلمة في تحرير بالعياد، تقريبا شاهدتوها في قناة رويترز والإبن الحرة في التلفزيون، وقلنا إن شاء الله قادمون لطرابلس. فمعليش يعني سأل بعض الصحفيين، قال أنتم قلت في خلال 5 أيام، والآن حوالي الشهر يعني ما صراحة كانت الإمدادات طبعا ضعيفة. لو كان عندنا ذاك الوقت إمدادات قوية كنا فعلا نصلها في خمسة أيام. وأنا مصر على ذلك، والتوار لكل مصرين على أن يقوموا بتحرير طرابلس إن شاء الله. وهذا مش اندفاع أقول لكم فقط، هذه روح قتالية عند التوار في ليبيا ككل. توارنا كل يحسوا بهذا الشعور، وعندهم قوة اندفاع مهما كانت قوات اللي أمامنا كانت تواجه فينا، سواء كانت عربات جراد ولا دبابات. احنا الدبابة ما عاش تحيرنا ولا عاد تهمنا ولا عاد خافوا منها، إن شاء الله بدبابات نأخذوها منهم بسيف، والحمد لله رب العالمين. والنصر قريب، وتحية إلى إخواننا في الشرق، وإن شاء الله النصر قريب لإخواننا التوار في البريقة وما بعد البريقة إن شاء الله. وأؤكد على تحرير مدينة غريان الحقيقة أخي مختار. اليوم أنا التقيت بإخواني توار مدينة الرحيبات، كانوا طبعا مشاركين في تحرير مدينة غريان، والحقيقة شيء غريب وعجيب أخي. التوار كانت معنوياتهم مرتفعة، والحمد لله تحصلوا على أسلحة وغنائم الحمد لله لا تعد ولا تحصى. وإن شاء الله نحن بالنسبة للجبل الغربي موحدون بالكامل من معبر وازن إلى مدينة غريان، نحن في كلمة واحدة. وإن شاء الله سنتحد، وبإذن الله القادة العسكريين سيتم إن شاء الله في المستقبل القريب العاجل تخطيط، وإن شاء الله بإذن الله ذاهبون إلى مدينة طرابلس وتحرير مدينة طرابلس بإذن الله. وشكرا، والسلام عليكم.